الترويكة بيان ما بطال، لكن أنا أفتكر أنه بيان بتاع صداقات مع المجموعة الحاكمة، ما بفتكر أنه ده بيان. يمكن هم لأنه إنه نحن تكلمنا معهم ما جو. الآن نحن بصدد رفع الشكوى للأمين العام للأمم المتحدة للزول بتاع البعثة ضده، لأنه هو قاعد مع طرف. الترويكة برضو في بيان تاني جاهز، لأنه نحن بنفتكر الآن التحديدات غير مقبولة، لأنه الشعب يريد عنده قضية، يريد أن يأخذ نصيبه من السودان، وإلا فراق بإحسان. عشان كده الدار ينوب عن حكومة الأحزاب الصغيرة، ودار يضربنا بطيران نيابة عن ديل، نقول لهم مرحبا بك، لكن القضية ما تنازل.